تعالوا تعالوا نستكشف الجديد، وعليكم باليديد يا أهل صور والليون لصور. استلم المطعم. كان معروف بشارع مزون الكهرباء، والناس الليون من طريق العيجة القديم، الطريق اللي يوديك للعيجة، بتيكم شركة كهرباء مزون الشارع، وانتوا جايين الطريق اللي يوديكم العيجة على راس الحد، الطريق القديم تدخلون بتيكم شركة كهرباء مزون، تدخلون فيها يسار او جايين بالعكس تدخلون فيها يمين، يجيبكم مباشرة للمطعم. هذا هو المطعم. على فكرة حتى الدياي اللي يستخدموه دياي فريش، دياي الصفا. الناس اللي يبون البارسل اطلب وادفع واستلم. السلام عليكم. حي 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 وسهلا، شو اخبارك؟ هين مبدلني؟ ما شاء الله طلع المكان ما شاء الله. عندكم جلسات؟ جلسات وشي العوائل. شي العائلات، انا عبالي من برا دكان صغير. ما شاء الله مكان متروس. بغيت تقعد غرفه بروحك؟ ايش هني؟ اسمع انت؟ الله 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 الله، في غرف في اي بي. الحين بنقعد هني وبنخبركم يا جماعة. تعال خبرني الله، ايش اسم المطعم؟ مطعم صقور الخليج بدار عماني 100%. والدك؟ والدي واني موجود فيه. ما شاء الله. هم شباب عمانيين، ابوه اللي يدير وهو واني موجود. نعم. فبالتالي اسمه مطعم صقور الخليج. صقور الخليج. الله احفظوا الاسم. وعندهم مكان للعائلات ومكان للشباب. حياكم. اولا حاجة خبرني، هذه ايش؟ هذه مطفاي سمك. مطفاي سمك. يالله يا ريحته، يالله يا ريحته. دوكم اللعبه. شوفوا يا جماعه، من كثر ما الريحه ينتبه تشبينا فوق ملابسنا. عموما هذا مطفاي شغل صوري، وهذا القبولي عندهم اي مع لحم ودياي بهذا الصيني بهذا. وعلى فكره فريش. شوف حتى الدياي صغار، يبين لكم ان دياي فريش. عطيني 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 عطيني. هذه الله يسلمكم، الصيد مقلي مطبوخ بالطريقة الصورية. صورية زين. هذه اللحم اتوقع نتري الريال راح يجيب لنا عيش ابيض وبيخبرنا عن الاصناف الاخرى. ايش في هذا المطعم من هنا عنا؟ تعال. سألت الله وسألتك. هذه المطعم انتو هينكم من زمان؟ وضح مصانا خمس سنوات موجودين. واني يا غافل لك الله. متينة. من اليوم رايح اني هني. اني من اي صور غداي وعشاي وريوقي ريعكم. حبابكم كلكم. يا سلام. يا جماعة ايش اللحم؟ ايش الدياي؟ ايش طعم الرز؟ ايش الصيد؟ صوري. وبعد الغداء من ركبة قهوري. قاعد يزيد صالونة مطفاي. شم الريحه، وصلتكم الريحه ولا ما وصلتكم؟ يلا انا قالوا لي انت اكثر واحد تحب مطفاي. يلا انا اليوم اجمل مطفاي اكله. الله يعزك. عندك والعيش الابيض للمطفاي. ابي ايش؟ ابي تجي لي لحم تاكلها على القبولي ولا على العيش الابيض؟ حلو. وهذه ايش؟ نفس الشيء، ذيك تجليه وذاك مطفاي. وعندك صيد مجلاي. صيد مجلاي عاد بروحها بزال صوري من الامارات، يقولون ينشدون عنه ذي بزار. بس سر المهنه. ايوه ما نخبر بحد. يا سلام. شباب اعذروني بس طلعوا برا خلونا نتغدى. جزاك الله خير حبيبي، وبيض الله وجهك. اكل طيب، ونسال الله ان يبارك لكم في مشروعكم. اللهم امين. وندعو الجميع فعلا كلهم انهم يجوا لهذا المشروع. جزاك الله خير. الله يسعدك. شكرا يا حبيبي. شكرا.